محمد عبد الله عباس العفاوي، طالب كلية الشريعة مرحلة ثالثة، أسكن بغداد الدورة. انتميت إلى تنظيم القاعدة في سنة 2007 شهر السابع بعد مبايعة الفجر على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وألا ننازع الأمر أهله. وقمت بنقل الفتاوى التالية: منع المشروبات الكحولية، منع السجائر، إجبار النساء على الحجاب، قتل كل من يعمل الحكومة العراقية من السنة والشيعة، وتفجير المراقد الدينية. عملت كمسؤول البريد السري بين القيادات العسكرية في حزام بغداد. إني المدعو عمار إبراهيم كريم القراغوغي، أسكن في منطقة قراغوغ. انتميت إلى جيش الراشدين في 2006. المسؤول مالتي فيصل عليوي. أول عملية قمت به هي اغتصاب فاطمة جاس محمد القرغولي. سيدة عجبتني حلوة فلحقتها للزرع اغتصبتها. ثاني عملية هي ضرب هاون على بيت المدعو عامر برهي، قتله عامر برهي القرغولي هو وأولاده. ثالث عملية هي اغتصاب عبير محمود القرغولي، سيدة هم عجبتني فحلوة اغتصبتها. رابع عملية ضرب المدعو سرمد محمد القرغولي، ضربه بسكين فقتلته. طه وليد خضير احمد القرقلي، اسكن منطقة قراغول. انتماء الى جيش الراشدين 2005، كنت اعمل شرطي في وزارة الكهرباء. سيدي، اول عملية قمنا بقتل الشيخ صحوة قراغول هو ابراهيم الجبار القرقلي. سيدي جان الامر من ملقب ابو حيدر، سيدي جانب التجهيزات العسكريه زي الحرس الوطني. سيدي قام هو يحمل برتبه نقيب وعادل برتبه ملازم اول. سيدي واحنا بيا جنود. سيدي قام بقتل ابراهيم الجبار وزوجته وسيدي ابنه ومرت ابنه سيدي، واخذه الى الحديقة سيدي، وتم مبلغ 3 أوراق كل واحد. سيدي ثاني عملية قمنا، أقام أبو حيدر سيدي بذب أوراق على المنتسب النقيب سيدي وهو سيدي أحمد العليوي. سيدي قام عليه بتبطيل من الشرطة، سيدي ما بطل، فسيدي قال التنفيذ عليه القتل. سيدي ونفذنا عليه، ثم سيدي القتل. سيدي مبلغ ورقتين كل واحد.